إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل حديثنا في مكانة العلم في الإسلام وحث الشريعة الإسلامية على طلب العلم وذم الجهل لا سيما بالأمور الشرعية. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وفي رواية: وإن طالب العلم، يعني طالب، يعني مش العالم فقط، طالب العلم يعني الذي يستمع إلى العلم، وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أبو داود في السنن، وكذا الإمام ابن ماجه بسند صحيح. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى العلم، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. طبعا مش احنا ممكن نحتاج اليوم للطعام في اليوم 5 مرات 10 مرات، ده الكلام ده على ايام الامام احمد، يقول لك يحتاج الى الطعام والشراب مره ولا ايه ولا مرتين. احنا طبعا من ساعه ما بنصحى الصبح بنضرب في الاكل، فطار وغدا وعشاء وفي وجبات فيما بينهم. فيقول الامام احمد: الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مره او مرتين، وحاجته الى العلم بعدد انفاسه، لان هو الإنسان طول اليوم يحتاج إلى العلم، لأنه يصلي بعلم، يذكر الله سبحانه وتعالى بعلم، وهكذا حتى في عمله يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، حتى في نومه يحتاج إلى معرفة الآداب، وهكذا. فبيحتاج إلى العلم بعدد إيه؟ بعدد أنفاسه. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد روي عنه في كتاب تهذيب المدارج، تهذيب مدارج السالكين يعني. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. يعني مثلا لو الإنسان عنده الوقت وسيقرأ مثلا كتاب في العلوم الشرعية، ولا يصلي نافلة مثلا في الليل ولا شيء، فطلب العلم أفضل من صلاة الايه؟ من صلاة النافلة. طبعا مقصود بصلاة النافلة اللي هي الصلاة غير الايه؟ غير الفريضة. ده يعني دليل على الايه؟ على أهمية العلم في الايه؟ في الأمور الشرعية. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. سيدنا معاذ بن جبل رحمه الله رضي الله عنه يقول: العلم مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلب العلم قربة، وبذله صدقة، وبذله ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. يعني بيقول أن مذاكرة العلم هي نوع من أنواع التسبيح لله سبحانه وتعالى، يعني أن تسبيح الله عز وجل ليس قاصرا على قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنما يعني مذاكرة العلم ده تسبيح لله سبحانه وتعالى، وإنك أنت تبحث عن العلم وتفتش في بطون الكتب لتتحصل على مثلا معرفة حكم مسألة من المسائل الشرعية، ولا تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تعلم صحة حديث من ضعفه. فهذا الأمر يعد جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول: العلم مذاكرته تسبيح، والبحث عنه إيه؟ جهاد، وطلبه قربه، وبذله صدقة. يعني أنت حينما تعلم العلم أو تعرف مثلا أمر من الأمور وتعلمه للناس، فهذا نوع من الصدقة، لأنه طبعا قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف إيه؟ كل معروف صدقة، وليس هناك معروف أكثر من أنك أنت تدل الناس على إيه؟ على الخير، والدال على الخير كفاعل. وطبعا يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول في مروى الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح: والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر الإيه؟ النعم. يعني الإنسان لما يتكلم في العلم ويهدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ده من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الميدان، يعني في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني تخيل لما الإنسان يتكلم مع الناس في أمر من الأمور ويدل الناس على الخير ويهتدي الناس إلى الخير على يديه، أو يبين له مسألة مثلا من المسائل الشرعية أو حكم من الأحكام إلى آخر هذه الأمور، فله يعني مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني هم طبعا يعني أجرهم كامل، وفي نفس الوقت هو يأخذ أجره وأجرهم. وعلى العكس بالنسبة للمبتدعة أو بالنسبة للذين يدلون الناس على المعاصي والسيئات أو إلى آخر هذه الأمور، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني تخيل بقى الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي من الأنبياء أو خاتم الأنبياء والمرسلين والرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. يعني طبعا منزلة كبيرة، يعني حتى الصحابة في أنفسهم متفاوتين فيما بينهم، يعني التفاوت بين، يعني ليس سيدنا أبو بكر الصديق مثل سيدنا الزبير بن العوام، وليس سيدنا عمر بن الخطاب مثل سيدنا عبيدة بن الجراح، كل واحد له له منزله. وكذلك الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على حتى أقل واحد من الصحابة. يعني كما قلنا ليس كل الصحابة في منزلة واحدة، فيعني أقل واحد منزلة في الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن فضله، يعني فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على على أدنى واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني حتى أنت، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح، مثلا أنت حينما تستمع مثلا في دروسنا إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو إلى حديث وتحفظه وتبلغه للناس، فأنت أيضا داخل في داخل في نضارة الوجه، أو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن استمع إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. ممكن تبلغه لأبنائك، ممكن تبلغه لزوجتك، ممكن تبلغه لأصحابك لأصدقائك وهكذا. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من من سامع. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث الإنسان على السؤال إذا خفي عليه أمر من أمور الدين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي المقصود به الجهل، يعني الإنسان لا يستحي أنه يسأل في أمر من أمور الشريعة ويسأل في أي أمر من أمور الدين طالما خفي عليه مسألة الحلال والحرام. وطبعا الحلال وبين والحرام وبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أمور تتشابه على كثير من الناس لا يعلمها إلا الفقهاء والعلماء، فينبغي على الإنسان أن يسأل فيها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح: إنما شفاء العي، أي شفاء الجهل، السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي نفس الوقت يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم من علم لا ينفع. وهكذا، يعني من خلال هذه الآيات القرآنية التي ذكرناها ومن خلال هذه الأحاديث النبوية يتبين لنا مدى حث الشريعة الإسلامية. وده طبعا من يعني فيه نوع من من أنواع الرقي في الحضارة الإسلامية، أن الإسلام منذ أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث الإنسان على القراءة وعلى التعلم وعلى التعليم. يعني تخيل أول أمر
أول أمر في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. نشوف ما لم يقل صل تبصم، أول شيء نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ اقرأ. إذن نحن أمة اقرأ، ومع ذلك ربما سبحان الله تجد الكثير من المسلمين لا يقرؤون. فأمة اقرأ مأمورة بالقراءة في أول أمر من أوامر الوحي. وطبعا من أوائل السور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون فيه، ده يعني فيه تكريم لأداة العلم اللي هي القلم. وفي نفس الوقت أيضا من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، ويقول الله سبحانه وتعالى في بدايته الرحمن علم ليه؟ علم القرآن. وهكذا يعني كثير هي آيات القرآن الكريم، وكثيرة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو المسلم. يعني ليس شرط أنك أنت تقرأ لكي تكون عالما أو لكي تكون فقيرا، وإنما القراءة في حد ذاتها هي توسعة لآفاق الإنسان. ولا بد أن نعلم شيئا مهما، أن العلوم الشرعية لا تقرأ قراءة مبعثرة هكذا. يعني مثلا يعني إذا قرأ الإنسان مثلا كتيب ولا قرأ صفحة أو عدة صفحات في كتاب، يعني هذا الأمر يعني اسمه ثقافة شرعية. وكذلك مثلا الأمور الشرعية الموثوق منها التي تقرأها من خلال صفحات الفيس، ولا تقرأها على الإنترنت، ولا أحد يرسلها لك عبر حسابي على الواتس أو غيره، لابد أن تتأكد من هذه المعلومة، هل هي معلومة صحيحة أم غير صحيحة، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. لأن احنا للأسف الشديد سبحان الله، وربما أنا ذكرت هذا الأمر في خطبة الجمعة، ربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الآن، يعني حينما يرسل إليك إنسان بأشياء فأنت ترسلها يعني ظنا منك أن هذا الأمر فيه أجر وثواب، أي نعم، لكن إذا كانت المعلومة صحيحة، الحديث صحيح، لابد أن تتأكد منه. إذا خفي عليك أمر من الأمور خلاص لا ترسله ولا أحد، أو اسأل فيه، يعني حتى لا ترتكب إثما وأنت تظن أنك تأخذ أجرا وثوابا، يعني فتبينوا أو فتسببوا. هذا الأمر في الأمور الشرعية أوكد، يعني حتى قبل أن طالما وجد في الشيء الذي أرسل إليك قال صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى لابد أن تتبين هذا الأمر هل هو صحيح أم إيه أم ضعيف، حتى كما قلنا يعني تتثبت قبل أن ترسل إلى الآخر. هذا أمر يسمى بالثقافة الشرعية. الثقافة الشرعية شيء، والعلم الشرعي شيء آخر. العلم الشرعي يؤخذ من مظانه ويؤخذ على أيدي العلماء وعلى أيدي الفقهاء، وله كتبه وله مؤلفاته وله مناهجه، والإنسان يدرس التفسير بمفرده، والحديث بمفرده، والفقه بمفرده، والفقه الحنفي بمفرده، والمالكي بمفرده، والشافعي بمفرده، والحنبلي بمفرده، وكذا، وفقه الدليل بمفرده. ولابد أن يدرس قبل أن يدرس علم الفقه، لابد أن يدرس يعني أمر مهم قبل أن يدرس الأحكام الفقهية، بيدرس شيء اسمه علم أصول الفقه وعلم المقاصد الشرعية. وقبل أن يدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيدرس مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، وقبل أن يدرس القرآن الكريم لابد أن يدرس علوم القرآن الكريم. فيعني العلم الشرعي له منهجية معينة في طلب العملية، مش هكذا. إنما كلما قرأت في أي أمر من الأمور الشرعية كما قلنا يعني ليس في هذا حرج، هذا اسمه ثقافة ثقافة شرعية، قرأت مقال، قرأت كتيب، قرأت كذا، قرأت كذا، ليس هناك حرج في هذا الايه في هذا الامر. انما كعلم شرعي حس عليه الاسلام وحتى عليه الدين، بيقول في النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا له ايه هذا له ميدانه، وهذا له ايه علماء والمختصون المختصون فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، كما نسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله.